الشرك الأصغر يا جماعة أول حاجة هو يدخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به على القول الصحيح كما ذكر الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالصحيح إن الشرك الأصغر ذاته ربنا ما بيغفر، لكن صاحب الشرك الأصغر ما بيخلد في النار. طيب كيف ربنا ما يغفره وصاحبه ما يخلد في النار؟ يعني لابد يعذب به، لكن ما بيعذب في النار عذاب شنو؟ خالد، زي ما هو الحال في الشرك الأكبر، لأنه الشرك الأكبر الإنسان بيخلد به في النار. فالصحيح إنه الشرك الأصغر يدخل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لأن الآية جاءت بصيغة العموم فتشمل الشرك الأكبر والأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به في الأكبر وفي الأصغر. سؤال الثاني قال زوجتي حامل وبعد الوضوء ينزل منها ماء مع شنو كده ما قدرته، وأحيانا في أثناء الصلاة، هل يبطل هذا الماء الوضوء والصلاة مع العلم بأنه ليس فيه رائحة بول؟ الصحيح الذي رجحه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله إن السوائل التي تنزل من المرأة غير طبعا دم الحيض وكذا، السوائل الثانية اللي بتنزل من فرج المرأة أنها طاهرة ولا تبطل الوضوء، ما تنقض الوضوء ولا تبطل الصلاة. قال رحمه الله قال والدليل إن الأمر ده كان موجود منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو حال النساء، لكن ما ثبت في حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه النساء، هؤلاء النساء، إنهم يعيدوا الوضوء أو يعيدوا الصلاة. فدل ذلك على أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء، وبالتالي يا جماعة لا تبطل الصلاة. يقول في سؤاله قال بعض الصوفية بأن الخضر يقابل شيخه في كل عام في الحج، وقال للناس تمسكوا بالصوفية. كذاب، ده صوفي محتال ودجال، وما أكثر الصوفية المحتالين. ما شفت الاسم شيخ خليفة ذاك يحلب بالله يقول وبالله وتالله وجنو ووالله، ولسانه ثقيل أظنه في حاجة شاربة غير الشاي. المهم، والنبي قال لي تعال، وقال الرسول نزل السودان وقاء ولقى الصوفية بنوبات ومطارات، وقال داخلين الجنة، وقال والله وبالله وتالله. الرسول ما قال لي يا خليفة اسمي مجرد، بل الرسول شيخني قال لي يا شيخ خليفة دل. قال كذاب ومجرم ومحتال، وده كله من الكذب بتاع الصوفية، يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، والحديث متواتر عن جمع من الصحابة ومتواتر في سنده. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالصوفية من أكثر البشر والدجالين بيكذبوا على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وبرضو الركيني قبل فترة طلع الركيني تسجيل وموجود في النت بصوته تكلم كلام باطل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم سقناه مشي نبي والكلاك لأبو آدم مربع ستة ودخل معانا البنية القبة. يا ناس، الرسول يدخل القبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم القباب وحرم البناء على القبور عموما، ولو طوبة واحدة حرام. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الناس اللي بيبنوا فوق القبور ديل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، زي ما بيعملوا الصوفية الليلة.
فدجال الركيني وكذاب وصفية ذا الكذابين. قال هل الخضر حي أم ميت؟ وما الدليل سواء كان حيا أو ميتا؟ ربنا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ما في بشر خالد أبدا يا جماعة. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الناس يوم القيامة كما قال عن نفسه في الصحيحين عن أبي هريرة مات عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية من آل عمران. والآية دي قراءة أبو بكر الصديق على الصحابة لما كان عمر يقول في بداية الأمر ما مات رسول الله، فأبو بكر الصديق تلا الآية دي لحد ما عمر بن الخطاب وقع على ركبتينه وصار الناس يتلونها وكأنها أنزلت الآن. والصوفي اللي بيقول لك الرسول ما مات ذاته، صوفي البليد الكذاب، لما نلقى له قريشات ماشي الحج ما بيقول لك ماشي الكعبة ولا بيقول لك الحج ذاته، بيقول لك ماشي أزور قبر النبي. طيب يا صوفي يا بليد، أنت ما قلت النبي ما مات، قبر شنو؟ ده كله كلام متناغط وكلام كذب واحتيال من هؤلاء الصوفية. قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز الترحم على الشيوعية فاطمة أحمد إبراهيم مع العلم أنها تصلي وتصوم وتقوم بالشعائر الدينية؟ فما رأي الدين في ذلك وجزاكم الله خير؟ انت عرفتها كيف بتصلي وتصوم؟ سكنت معهم في البيت؟ فاطمة أحمد إبراهيم كافرة يا شيخ. عجبك عجبك، ما عجبك امشي افتح بلاغ في الشرطة. عرفتها كافرة، لأنه فاطمة أنا عندي الوثائق أتحدى بها الجبال، وثائق حقت فاطمة مما كانت حية، وثائق موجودة عندي. فاطمة أحمد إبراهيم تنكر تطبيق الشريعة الإسلامية، قالت ما يجوز يطبقوا الشريعة أصلا في بلد من البلدان الإسلامية، الشريعة كلها. والشريعة دي شنو؟ التوحيد، العقيدة، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والحدود تحت الشريعة الإسلامية كلها. قالت ما يجوز يفرضوها ويطبقوها في الناس. في جريدة معها لقاء كامل مع فاطمة إبراهيم، وده كفر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وربنا عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويكون هنا كفر أكبر إذا الإنسان جحد الشريعة أو فضل عليها شريعة الشيطان والشريعة الجاهلية، زي ما هو حال الشيوعيين وحال العلمانيين اللي بفضل حكمهم الشيطاني على حكم الله سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، فاطمة إبراهيم قالت تعدد الزوجات حرام، وده إنكار للقرآن، إنكار لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وده برضو كفر بالله عز وجل، لأنه ده تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن. والمحرر على ما أذكر ذكر لها الآية فقالت لا لا. وعندها ويكفي إنها من زعماء الحزب الشيوعي. تعرف الحزب الشيوعي ده بيقول شنو؟ من أعظم عقائد الشيوعيين الكفرية والإلحادية لا إله والحياة مادة. وكما قال لينين من أكبر الكفار على وجه الأرض لعنه الله، قال وبهذا الصدد نقول بالطبع، ده للشيوعيين، نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. فهل اللي بيعتقد العقائد مسلم حتى لو صلى وما تاب من العقائد وأعلن التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فحتى لو ما رجع من العقائد وصلى 1000 ركعة ده برضو كافر، بصلاته كافر. افتح كيف؟ طيب بعد ذاك داخل الجنة داخل النار، ده موضوع احنا ما بنتدخل فيه، عرفته؟ ودي من عقيدة أهل السنة والجماعة.
لكن حكمه هنا في الدنيا كافرة. بعدها تمشي جنة تمشي نار، آخر كلمة قالتها وهي خلاص تموت دي بيعلمها ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي بنعلمه وما شهدنا إلا بما علمنا إنه كافرة وكفار كتار تقال برا. طيب قال صحيح أن الصوفية يخطئون لكن لماذا أنتم تسبون؟ طيب نديك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأورد ابن كثير في التفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة، النتنة يقصد الموتى بتاعنا المشركين، وكلمني في هؤلاء النتنة لأعطيته إياهم. يعني شنو النتنة؟ يعني العفنين، يعني العفنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المشركين ديل نتنة، والمشركين قال قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنا ذاك ديل نتنة يعني عفنين، ديك أخف مع إنهم كفار تب أخف شركا من المشركين حقيننا بتاعين الليلة. تعرف شيخ القادرية قال شنو؟ مش عبد القادر الجيلاني ذاك ما عنده علاقة بالصوفية والقادرية، شيخ القادرية هنا في السودان في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية قال أنا الله ذاته واحد من المشركين ناس أبو جهل وأبو لهب والمعاوم، ما في واحد قال أنا الله تب ديل قالوا أنا الله. قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون طريقتي. وده ما عند القادرية بس، حتى الختمية بتاع الختمية محمد عثمان المرغني قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. وده كفر وإلحاد، حتى أبو جهل وأبو لهب لعنهم الله والله ما قالوا قدر ده ولا حصلوا قدر ده. تقول لي شنو؟ وامشي باقي الطرق كلها عند الكفريات. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال من تعزى بعزاء، وفي لفظ بعزاء الجاهليه، فاعضوه بهن ابيه ولا تكنه. الهن يعني الذكر، ذكر الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بيدعو لجاهليه ويدخل فيها معنين العنصرية وأشياء الجاهلية، ويدخل فيها من دعا إلى شرك، لأنه أعظم شيء وقع فيه أهل الجاهلية الشرك بالله. فالبدعو للشرك والجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قول له عضي هن أبوك، وقال لك ما تكني يعني ما تزوق بجاي وتقول لا دي ما ظريفة وتقول نجيب له بلفظ ثاني، قول له زي ما هي. اها هسه احنا هسه لو قلناه كيف؟ طيب قال لماذا يكون حديثكم عن الصوفية لعامة الناس ولا يكون لشيوخ الصوفية ودعاة البدع انفسهم؟ اما مكتوب كده انكم تخافون من مواجهتهم. وريني صوفي واقعدوا فراجة بس. طيب قال ما هو حكم من ماتوا في اليمن هل هم شهداء؟ الشيء الحاصل في اليمن ده جهاد، جهاد عديل، جهاد صحيح، لأنه توفرت فيه الشروط. وهسه لو البشير قال لي امشي لا طوالي تلقاني قدام هناك بفضل الله عز وجل، لأنه ده جهاد في مواجهة شيعة مجرمين سبابين للصحابة من الحوثيين وأعوانهم من إيران وغيرها. بعدين جهاد توفرت فيه أركان وشروط الجهاد كلها، الحكام المسلمين رفعوا راية الجهاد، مين حاكمنا هنا حفظه الله وحاكم السعودية وغيره وغيره، ومرقوا الناس ما يكون جهاد كيف. بعد ده بيموت ده شهيد حسب نيته هو. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، عن أبي هريرة في صحيح البخاري. بعد ده الزول حسب نيته، الناس تخلص النية ونسأل الله عز وجل ينصرهم ويتقبلهم.
يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما قولكم في الشيخ صالح المغامسي والشيخ الشعراوي ومحمد سيد حاج وآدم الشين والسير قدور؟ دي أنا ضفتها لأنه بحتاج أعلق عليها. قال صالح المغامسي ده يا جماعة زول ضال مبتدع آخر. أول شيء قال سألوا من التصوف، قال في تصوف محمود، نحن دايرين يا تو طريق القادرية، النقشبندية، السهرة وردية، التجانية، السمانية، الختمية، ما في صوفي واحد محمود، خليه يكون في تصوف محمود، صوفي واحد، واحد بس كده دي، لا في على وجه الأرض الليلة، محمود وطريقته صحيحة ما في، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن وهو الدين الحق ما كان في صوفية أبدا، يبقى هي بدعة. وربنا نهى عن التصوف وعن التفرق وعن كل الأحزاب والطرق والجماعات. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نمرة اثنين، المغامسي ده بيزكي الشيعة والإسماعيلية والإباضية، عليك الله أمسك لي كده، والإسماعيلية والإباضية في آخر فتوى حقته، وده زول جاهل ما عنده علاقة مع العلم أبدا أبدا، لكن زول ظهرته بعض وسائل الإعلام زي قناة خليجية وبعض القنوات. قال المغامسي أنا أقول كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. واحد داري داخل نفسه مع العلماء هو ما عالم جاهل، رضا من رضا وأبى من أبى، ده دين، ده دين، وربنا بيسألنا من الكلام ده لو ما بيناه. نمرة اثنين قال قد لا يكسر عليها بعض العلماء، يعني هو أقوى من العلماء وأشجع منهم. ونذكر لك الكلام اللي قاله، تعرف إنه زول ده جاهل، وإنه العلماء ليه ما قالوا كلامه ده؟ لأنه كلامه ده أبطل الباطل على وجه الإطلاق. قال إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا إلى أن قال وبالقرآن كتابا. منو ديل؟ الشيعة وأهل السنة والإسماعيلية والإباضية. أول حاجة الشيعة لا يؤمن بالقرآن كتابا صحيحا نزل من السماء. في صفحة رقم 50، أرجع للكلام ده المغامسي وتعلم دينك قبل ما تصرنا في القنوات وتعمل فيها بتبكي كذاب محتال ودجال كمان. الشيعة زي أهل السنة والشيعة يؤمنون بالقرآن كتابا وبالله ربا، كذاب. الصفحة رقم 50 من كتاب أصول كافي للكليني، وده أعظم كتاب عند الشيعة لا القرآن عند المسلمين. قال وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف ليس فيه من قرآنكم حرف واحد وهو مثل قرآنكم ثلاث مرات. ده المسلمين، ناس بيعتقدوا عقائد زي دي. هل مسلمين وزي أهل السنة واحد؟ كذاب. الشيعة بيعتقدوا إن الصحابة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان ومعظم الصحابة كفار، وبيعتقدوا إن عائشة رضي الله عنها زانية. عشان كده الإمام الإمام صاحب كتاب العواصم من العواصم ابن العربي المالكي قال والشيعة ليسوا من المسلمين، انتهى البيان. اثنين قال والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا. أول حاجة الإسماعيلية ديل ما بيؤمنوا بالله ربا، عشان كده الشيخ بن باز رجع الفتوى بصوته موجود الآن، قال الإسماعيلية كفار كلهم، انتهى الموضوع. ليه؟ اسمع الكلام. يقول عبد الله بن إباض فمن يتولى عثمان، دل الإباضية، شوف الإسماعيلية قال شنو، قال يقول صاحب كتاب الافتخار هو أبو يعقوب السجستاني صفحة رقم 50، دي من أعظم كتب الإسماعيلية، قال فنال، بيتكلم عن أعظم شيخ عندهم، قال فنال بيسموه القائم وهو المعظم، قال فنال بحرفه مرتبة الربوبية في ضمن كلامه، قال وأضيف إلى القائم، ده أكبر شيخ عند الإسماعيلية، إلى القائم عليه السلام حرف الراء الذي هو أقصى
الإفاضات العقلية الموفورة على البشر فنال بحرفه مرتبة الربوبية للمسلمين. والمغامسة جاي يرد يكذب يقول أنا قاصد الإسماعيلية بتاعين السعودية، ديل ذاتهم بتاعين السعودية، كتاب الافتخار ده حقهم، ديل كفرة. والشيخ بن باز قال ديل كفرة، العلامة الإمام بن باز، نصدق كلامه ولا نصدق كلام المغامسي؟ يجي يتباكى بالكذب في القنوات، عرفته؟ قال وأيضا في كتاب ثلاث رسائل إسماعيلية الصفحة 25 بيتكلم عن الله، ديل الإسماعيلية تكلموا عن الله، قال ليس هو موجود فيوصف ولا غائب فينعت. الله ما موجود عشان نقدر نوصفه، وكمان ما قال ليس هو موجود فيوصف ولا غائب فينعت، ده فيه إنكار لوجود الله أول حاجة زي الشيوعيين. واحد الإسماعيلية، اثنان إنكار لصفاته، وبالضبط من أنكر وجود الله أنكر صفات الله سبحانه وتعالى، وده كفر بالله عز وجل. والشيخ العثيمين يقول الذي ينكر وجود الله أكفر من الذي يثبت وجود الله ويشرك معه غيره، وكلهم كفار ديل وديل. وجاء في كتاب سرائر أسرار النطقاء الصفحة 174 ده بتاع الإسماعيلية، ثم قال ملعون ملعون من خالفها، ملعون من رد قولي، فلما غاب ألف كتابا واستغنوا به عن كتاب ربهم عن القرآن. يتكلم عن قال عن ما حصل بعد ذلك، دخل فيه عثمان بن عفان، قال وألف عثمان تأليفا آخر أسقط منه ما أراد، وده الموجود الليلة بين المسلمين. قال عثمان بن عفان جمع المصاحف وحرقها، وده حصل، لكن ما حرق المصحف كلام الله وبقى ما في كلام الله، أو أسقط منه ما أسقط زي ما قالوا الإسماعيلية، وإنما كان الخط كل زول بقى يكتب القرآن بخطه ما بخط قريش، الذي نزل القرآن بلسانهم. فعثمان بن عفان جمع المصاحف المكتوبة بتلك الخطوط المختلفة، وكلام ربنا واحد ما تغير، لأن الصحابة حافظونه في قلوبهم، شفت كيف؟ واتفق على خط واحد وبلسان قريش ورسمهم، وهو الموجود الآن المصحف شنو؟ العثماني. لكن ده قال أسقط عثمان من القرآن ما أراد، وده الموجود الليلة بتقرؤ. فالإسماعيلية بيدعوا إن القرآن الموجود الليلة محرف ومغير، يجي المغامس يمدحهم. أما الإباضية ده اللي بيقولوا بتحريف القرآن، لا عفوا، بيقولوا بخلق القرآن، وده كفر بالله كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ويقول عبد الله بن إباض فمن يتولى عثمان ومن معه فإنا نشهد الله وملائكته وكتبه ورسله بأن منهم براء ولهم أعداء، بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا نعيش على ذلك ما عشنا، ونموت عليه إذا متنا، ونبعث عليه إذا بعثنا، نحاسب بذلك عند الله. بعقيدة الإباضية في عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، الذي ما جمع الله له بنتي نبي على ظهر الأرض إلا لعثمان بن عفان رضي الله عنه. هل يكون ده زول ما كويس ويلعنوه الإباضية؟ شوف بيتكلموا عن عثمان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي نفس الوقت بيتكلموا عن الخوارج، ويقول في الخوارج وهو عبد الله بن إباض يقول فهذا خبر الخوارج، نشهد الله والملائكة أن لمن عاداهم أعداء وأن لمن والاهم أولياء، بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا على ذلك نعيش ما عشنا، ونموت على ذلك إلى إذا متنا. الكلام ده كله من كتاب العقود الفضية في أصول الإباضية الصفحة 121، وكتاب منهج الدعوة عند الإباضية من الصفحة 324 إلى 337. والكتاب ده أثنى عليه الخليلي اللي هو مفتي سلطنة عمان الآن، من أكبر الإباضية في العالم، يثنى على الخوارج. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجة قال الخوارج كلاب النار، وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتلة إرم. أما
الشعراوي ده حال المغامسي ما عنده حاجة، لكن الناس أي واحد بيبكي أو عنده فصاحة لسان بيتخموا وراه، بالذات إذا بيبقى في التلفزيون. في ناس عندها مرض اسمه تلفزيون، لو واحد والله بس لف له إن شاء الله سروال في راسه وجابوه في التلفزيون ولا بب 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 عالم كبير عشان جابوه في التلفزيون، ده كله باطل يا ناس، ده الجهلة. وهؤلاء أمثال الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العام. طيب، أما الشعراوي ده رجل قبوري، رجل يدعو إلى عبادة القبور ويدعو إلى جواز البناء على القبور، بناء القباب والأضرحة وإدخال القبور في المساجد. ولما سألوا عن ذلك قال بجوز، لأنه قالت طبعا قال في أدلة، قال الدليل إنه الأثر موجود وقبور الأولياء والصالحين داخل المساجد. هل في دليل اسمه الأثر موجود؟ أسألكم بالله، هل في دليل اسمه الأثر موجود؟ يا أخي الدليل ما قال الله وما قال رسول الله، لأن ربنا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرجل يدعو إلى عبادة القبور، والرجل ينكر استواء الله على عرشه. لما نقول له إن ربنا في السماء ينكر هذا الأمر، وينكر عذاب القبر ونعيمه. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: يا عائشة، إن عذاب القبر حق، وغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة. فالرجل ضال، لكن العامة إلا من رحم الله بتخموا دائما بوسائل الإعلام، ووسائل الإعلام في الغالب في الغالب الأعظم الأعم ما بيظهر لك إلا زول ضال وزول مبتدع، عشان يضيع إيمان الأمة ويضيع عقيدة الأمة التي ورثها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. عم السيد حاج رحمه الله تكلمنا عنه، والفتوى موجودة منشورة، من أراد فليراجع اختصارا للزمن. آدم الشين برضو تكلموا عنه أخواننا، ده أخو مسلم مبتدع ضال وشفته بالسبحة وكده وموجود. السير قدور دار نرسل له رسالة. أول حاجة، عمك ده كبير يا أخي، عمره كبير شديد، فرأفة تنبيه دار نرسل له رسالة. الشيء اللي بتعمل فيه ده السير قدور حرام ومن كبائر الذنوب العظام. الدليل مش شغال غنى وبيتلم البنات والأولاد وهايل يا شجن وهايل يا سوزان، أوريك الدليل. واحد، قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من عندهم عذاب مهين في نار جهنم؟ أصحاب لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ عبد الله بن عباس قال هو الغناء، عبد الله بن مسعود حلب بالله 3 مرات قال هو الغناء رضي الله عنهم أجمعين. الموضوع انتهى. أصحاب الغناء الذي هو له الحديث لهم عذاب مهين في نار جهنم. حرام ومن الكبائر، لأنه توعد الله عز وجل صاحب الغناء في هذه الآية وغيرها من الأدلة بالعذاب الشديد، كما في آخر الآية: أولئك لهم عذاب مهين. فده من الكبائر الغنى ده. وإنت الآن بتدعو إلى ضلال وإلى كبائر غنى واختلاط بين الأولاد والبنات، تجيبهم ترصهم وموسيقى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي بسند صحيح قال: في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، النسوان والبنات اللي بيغنن يوم البليم ومصير قدور ذاتهم، هايل يا سوزان، هايل جميل. وده بيجوز يا أخي يقول الغنى حلال؟ بيجوز تقول لي بيت كده يا أخي؟ دي ما بيتك ذات، وانت بيجوز تقول لها كده؟ حرام يا أخي. يا عمك توب إلى الله عز وجل وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله يا أخي انت عمرك كم وفضل كم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي. احنا ما قلنا انت كافر، انت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده بيشملك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70،
وقليل من يتجاوز ذلك. وبعدين ما تترك لك تسجيلات وأعمال باطلة، أعمال من كبائر الذنوب العظام تلحقك بعد موتك وزرها واسمها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ده ما كلام، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أصله كلامنا خليه في المحل ده. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. اتق الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، وما تضلل الأمة يا أخ، ما تضلل الأمة في التلفزيون وفي الراديو 3.5 ساعات برنامج ضلال في ضلال، والأغنية السودانية وغناها كرومة، ولما أنا ركبت مع حواء الطقطاقة في الحافلة وقالت لي ده كله حرام يا أخ. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.